هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اضحى مبارك ان شاء الله، وينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. حبيت صور لكم اليوم فيديو بالبزورية كمان باجواء العيد، وتشوفوا العجقه وهالقصص وهيك. وبس يعني هذا السوق معروف فيه كل شيء، يعني هون هذا القسم هيك ورا للبهارات هون، ولقدام في الأواعي وهالقصص. هو سوق شعبي قديم، فحبيت صور لكم اياه. اكيد اذا حبيتوا الفيديوهات اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وفي شغلات تانية حتنزل على القناة لسه احلى واحلى، وتكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة. وبس استمتعوا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. يعني بهذا السوق كل شي بتلاقوا، يعني مثلا في التفاريح، الاواعي، البيجامات، وبالجملة وبالمفرق، يعني كل شي كل شي، والبياضات. انا صورت لكم تقريبا كل شي، يعني هلا من ورا البزورية ما صورت لكم اياها كاملة، بصور لكم اياها فيديو تاني. تفرجوا ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وهيك يعني. وطبعا حبيت صور لكم ازياء باب الحارة، معروفة يعني هدول هيك مثل ما تكون شايفين، بس للولاد الصغار يعني منظرهم بيطلع بيشيل على الولاد. وكمان مكملين. هلا تقريبا الفيديو شوي قصير، قصرته وما طولته. اكيد في شغلات تانية حتنزل على القناة، وكتبوا لي اي ارنب بتحبوا لصور لكم اياها لحتى اصورها بالتعليقات. وبس، واكيد انا نور معكم ان شاء الله دائما. بس لا تنسوا الاشتراك، بحبكم كتير 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 كتير.